علي معلول بيحتفل بعيد ميلاده بهدف في فريق مصر المقاصة. عايز كلمة من حضرتك تعالي لعلي معلول ونقول له كل سنة طيب. لعيب يعني مهم جدا بالنسبه لنا ومهم جدا على المستوى الفريق، مش مساله لعيب محترف وبس، يعني بقى لعيب من الناس الركائز الاساسيه والكبيره في الفرقه واللي الناس بتتكلم معاها كادوار بيقوم بيها داخل الملعب او خارج الملعب. يعني بغض النظر هو يعني مش لعيب اجنبي ولا لا، لعيب انا بعتبره ان هو واحد من الناس اللي اكنها متربيه جوه النادي الاهلي، جوه دار النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، مسؤوليه النادي الاهلي، دايما الفكر الايجابي عنده، كل سنه هو طيب. الفوز التاسع على التوالي للنادي الاهلي مسؤوليه كبيره في ظل مشوار صعب.